الآن مشاهدينا أهلا بكم وموجز الأخبار من ميسات. تنطلق اليوم في مدينة أسوان أولى فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والذي يقام على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وتناقش أجندة الملتقى العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خصوصا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولة مستديرة تضم القادة من الشباب وصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء. يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة ملتقى توظيف يوفر 6750 فرصة عمل بمحافظة الفيوم. يأتي ذلك ضمن جولات الوزير الميدانية بالمحافظات، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا. تقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات رئيسا ومديرين وأعضاء وموظفين بخالص تهنئة للكاتب الصحفي الكبير ضياء رشوان لفوزه بمقعد نقيب الصحفيين. وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد أعلنت فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين بواقع 2810 أصوات، بينما حصل منافسه رفعت رشاد المنافسة على ذات المقعد ب 1585 صوت. مثل الأسترالي برنتون تارانت المتهم في تنفيذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا أمام المحكمة العليا في مدينة كرايست تشيرش. وذكرت وسائل أعلام بنيوزيلندا أن تارانت البالغة من العمر 28 عاما مثل أمام محكمة كرايست تشيرش وهو مكبل اليدين ويرتدي ملابس الاحتجاز، حيث استمع إلى تهمة القتل الموجه إليه دون إبداء أي ندم ولم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة، مشيرة إلى أنه تم احتجازه على ذمة تحقيقات دون إعلان رده على التهمة حتى مثوله أمامها مرة أخرى أمام المحكمة العليا في 5 أبريل المقبل. ورياضيا، يخوض الأهلي مباراة مهمة في 6 مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويدخل المارد الأحمر لقاء الليلة تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل التأهل من دوري المجموعات، لأنه في حالة الهزيمة أو التعادل يودع من البطولة. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.